أول واحد عمره 15 سنة وتبعته للحبس ما بين مساجين الحق العام. سامحوني، فالعبارة عبارة خبزة في سوق الكلاب، يبيعوا يشنوا فينا في السقيف. الشهداء وكان فيهم طفل من عمره 11 عام تضرب هنا في الركبة، قالوا لهم خليه يموت، ما يتزوش، ما تمنعوش من الموت. حطيت له راسه على ركبتي، تبقى ضربة اللي بقى فوق الذنب بالراس حفرة، ما عرفش هو جمجم طفل ما تعرفه 12 عام يقول لي خرجته. كنت في كروسة ما نمشيش، كان المنظر هذاك رهيب، معناها رهبوني. هذه جريمة الدولة في حق شعب 84، في حق شعب تونس الكل. تتابعون جلسة استماع عمومية حول أحداث الخبز يوم الجمعة على الساعة 8 مساء على القناة الوطنية الثانية. راهو أثبت حاجة في الدنيا إنسان يعيش باش تعرف.